السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم عندي معكم واحد الفيديو قلت نشاركه معكم، كيفاش الطريقه ديال كيفاش يطحن الزيت الزيتون اللي تيعقب الزيت البلدي. قلت نشاركها معكم على سله، وتبعوا الفيديو حتى الاخر، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك وفعلوا جرس باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي. تنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، وبسلام عليكم، وبقاو مع الفيديو حتى الاخر. السلام عليكم. يلا كل شيء دير معنا شويه الحيدوس، يلا يلا يا في خطر الشلوح هذه. ايه يلا وما يزيد دار غوريك وما يزيد دار غوريك من غني ومعاشه